نروح مع حضراتكم لموضوع تاني وموضوع هام جدا الحقيقة، عشناه يمكن على مدار عام كنا بنتابع هذا الحوار وشفنا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اللي يمكن خلق حالة من الحيوية السياسية اللي الساحة دلوقتي محتاجاها، اللي المتغيرات اللي بتحصل حوالينا في الداخل وفي الخارج تستدعي هذه الحالة. ويمكن هنا أنا بشوف أنه كان عندنا نظرة استباقية لمسألة الحوار الوطني لما دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار. النهارده نشوف أهمية وجود كل هذه الأطياف المتعددة الأفكار على طاولة حوار واحدة علشان نناقش قضايا داخلية وخارجية تؤثر علينا، علشان نقدر نبني مستقبل برؤى واضحة، ما هيش رؤية واحدة إلا إنها مساحات مشتركة نعدي بيها للجمهورية الجديدة. الحقيقة إنه يعني مهم جدا حالة الحوار اللي حصلت دي، والفعاليات بتتواصل لجلسات الحوار الوطني اللي يمكن كان يعني الدعوة ليه من السنة اللي فاتت شهر أبريل من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا كل القوى السياسية كل الهيئات والمؤسسات والأحزاب إنها تشارك، يحطوا مشاكلهم على الترابيزة، يطرحوا الحلول، يتكلموا أكتر. الحقيقة إنه المشهد إيجابي جدا جدا، المشهد كان جميل جدا جدا، لأنه هي دي مصر، كل الأطياف وحالة التعددية دي مهمة جدا جدا في الوقت ده. شفنا كلمات عدة لممثلي القوى السياسية والأحزاب السياسية خلال الجلسة الافتتاحية، والحقيقة إنه كان واضح إن الكل جاي يبحث عن مساحة مشتركة لأفكاره لآرائه. ليه؟ علشان بلدنا. ليه؟ علشان إحنا كلنا باختلاف انتماءاتنا السياسية بالتأكيد عايزين الخير لبلدنا ولولادنا. والحقيقة إنه كلمة سيادة الرئيس برضو يعني كانت كلمة معبرة بشكل كبير، ويعني دايما سيادته بيقول إنه الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. مهمة جدا هذه الحالة، حالة الحوار، يعني ملفات كتير الناس منتظرة أنها تتفتح داخل الحوار الوطني، سواء المتعلق بالتنمية، المتعلق بحقوق الإنسان، الشق الاقتصادي طبعا اللي بيهم المواطن بشكل كبير، الفنون، الثقافة، الرياضة. ويمكن شفنا ممثلين عن كل هذه الهيئات والفئات في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني. دلوقتي هيبقى معانا على التليفون النائبة أميرة صابر، عضو لجنة الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك، ويعني عام من التحضير لإطلاق هذه الجلسة الافتتاحية، ويمكن الناس أعتقد أنه ده حاجة سمعتوها، سنة تحضيرية، أهمية هذه السنة علشان النهاردة نوصل لأنه كل هذه الأطياف متعددين الانتماءات والثقافات والآراء يكونوا موجودين داخل جلسة افتتاحية للحوار الوطني. كده يمكن المشهد اللي فيه يوم افتتاح الحوار الوطني، الجلسة الافتتاحية، كان مشهد كاشف جداً ليه قعدنا سنة بنحضر للحوار؟ لأنه الأطراف التي حضرت الجلسة الافتتاحية كان من الصعوبة زي ما كان أنها تتحدث لبعضها البعض، أنها أصلاً تتفق على أي مساحة مشتركة. كان بقالنا فترة طويلة جداً في حالة ركود سياسي كبير، كنا محتاجين هذا المتنفس، كنا محتاجين أننا نلاقي هذه المساحة المشتركة بشكل جاد، ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. يعني مجلس الأمناء قضى ساعات طويلة في محاولات تقريب وجهات النظر علشان نتفق على الاولويات، وعلشان نتفق على الهيكل، وعلشان نتفق على المتحدثين والمقررين والمقررين المساعدين. يعني حقيقي الامر ما كانش فيه اي نوع من انواع السهوله، وهي دي الفكره بتاعت الحوار، انه احنا محتاجين كل الجهد الممكن حتى نجد حلول متفق عليها فيها الحد الادنى من الاتفاق. صحيح. عايز اسالك كمان عن مشاركه الشباب، ويمكن في سنوات سابقة كنا بنشوف عزوف أو يمكن استبعاد للشباب من على الساحة السياسية، وبقى بعد كده لقينا عودة للشباب بأفكارهم وطموحهم الكبير لبناء دولتهم الحقيقة. مشاركة الشباب داخل الحوار الوطني وإلى أي مدى ده بيحدث تغيير في الحياة السياسية بالنسبة للشباب وبالنسبة للبلد؟ طيب، يعني هو طبعا الشباب كمكون يعني في الحوار مكون رئيسي، وده دلالته الأساسية هو تخصيص محور منفصل للشباب، عفوا لجنة منفصلة تحت المحور الاجتماعي للشباب، واللجنة دي بتتناول أهم القضايا اللي في ملف الشباب، منها الاتحادات الطلابية والحركة الطلابية، منها تمكين ذوي الهمم من الشباب، منها المشاركة السياسية للشباب،
منها الرياضة وأوضاع الرياضة والنوادي ومراكز الشباب، منها ريادية الأعمال أحد أهم الملفات، وإزاي ندعم رواد الأعمال الشباب، لأنه الحقيقة كمان ملف الشباب متقاطع مع التعليم والصحة والاقتصاد، أو الملف الاقتصادي بأكمله والملف الاجتماعي أيضا والملف السياسي. فكمان عايز أقول لحضرتك انعكاس وجود الشباب كان في اختيارات المقررين والمقررين المساعدين، اللي كتير منهم جدا في أعمار الشباب نهينا عن المقرر والمقرر المساعد للجنة نفسها، اللي هما الاثنين شباب. والحقيقة بذلوا مجهود ضخم وجابوا الجامعات وطافوا يعني حول الكثير من المحافظات يسمعوا آراء الشباب وإيه اللي هما مستنيين يقدموه في الحوار الوطني. والتجربة اللي حصلت السنين اللي فاتت مهمة. احنا يعني ايوه ما عندناش تمكين للملايين من الشباب، ولكن في امارات جد على بارقة امل على الاقل. لا هو في حقيقي تغير ملحوظ باعمار السياسيين، صحيح صحيح، في البلد باعمار النواب بتنفيذيين بنشوف النهارده نواب مساعدين المحافظين، صحيح في العشرينات والثلاثينات، يمكن ده غير مسبوق. فملف تمكين الشباب ملف في منتهى الاهميه، خاصه ان احنا امه شابه، دولة عندها قطاع كبير الأكبر والقوى الأعظم من سكانها في قطاع الشباب. فيعني لهذه الأسباب ولغيرها ملف الشباب في منتهى الأهمية. من خلال طرح أفكار الشباب خلال الجلسات التحضيرية وأيضا خلال الجلسة الافتتاحية، دايما الشباب بيكون ليهم رأي يمكن أنا بشوفه جامع لكل الأجيال، على اتصال باللي فات وباللي جاي، عندهم رؤية مستقبلية. إلى أي مدى في مرونة في الحوار الوطني تسمح بطرح هذه الأفكار؟ وزي ما سمعنا من حضراتكم أنه ما فيش خطوط حمراء، ويمكن ده اللي بينفي الـ بعض التخوفات أنه يكون حوار نخبوي، حوار يعني مصالح معينة. طبعا يعني زي ما حضرتك أشرتي كده، فكرة الخطوط الحمراء كانت أنه النص الدستوري نص ملزم، ويعني ما عدا النص الدستوري وما عدا مشاركة كل من يعني تلوثت أيديه بدماء أو تورط في عنف لا سقف. كل القضايا مطروحة وأدق القضايا. بنتكلم جوه الحوار الوطني على ملفات ما اتحركتش من سنوات، ملفات في حقوق الإنسان حاسمة ومهمة، ملفات في الحركة السياسية تخص الأحزاب السياسية وتخص الانتخابات وتخص حلحلة ملف الحريات. يعني النهارده يمكن بنشوف على قنوات الاعلام المختلفه نقاش سياسي جاد بقاله سنوات ما دارش في البلد بهذا الانفتاح. يمكن بنشوف حركه جوه الاحزاب السياسيه من المهم جدا انها تحصل، لانه كان في خطوره حقيقيه بغلق المجال العام. النهارده صحيح. احنا في قرار او في اتفاق على انه فتح المجال العام اولويه، وفتح المجال العام هو الضمانه المؤسسه لانه التحديات الجسيمه الاقتصادية بشكل رئيسي اللي بنواجهها النهاردة نقدر نقف فيها على أرضية مشتركة علشان نلاقي حلول حقيقية. الحقيقة أنه قضايا عدة والقضايا كلها متشابكة، سواء بنتكلم على قضايا داخلية أو حتى قضايا تمسنا من الخارج. ويمكن أبرز هذه القضايا واللي الشباب بيتكلم فيها دايما وحقوق الإنسان ومسألة الحبس الاحتياطي، ومع انعقاد عفوة لجنة العفو الرئاسي مرة ثانية، واستماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يدور داخل الجلسات التحضيرية، واستماع سيادته لمسألة عودة الإشراف القضائي أو استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، شيء مبشر الحقيقة أنه أعلى سلطة في الدولة تستمع طبعا. وتستمع طبعا. بإنصات ويعني بوعي شديد لما يدور داخل هذا الحوار الوطني وتعي أهميته. ده كان ليه دلالة سياسية مباشرة أنه الحوار ينصت له على أعلى مستوى في البلد، هذا الحوار يحظى باهتمام أعلى سلطة، لأنه الحقيقة لحظة ما اقترح مجلس الأمناء مد الإشراف القضائي، واللي هو في ظني ضمانة مهمة جدا لنزاهة ولشفافية الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية القادمة، احنا خلال أقل من 24 ساعة كان سيادة الرئيس بيتناول هذا الأمر باهتمام وبتقدير وبإحالة للجهات المختصة. ده معناه أنه الداعي إلى الحوار كان أعلى سلطة في البلاد. في نية حقيقية يعني لفتح الملفات التي قضينا وقتا طويلا لا نتكلم عنها، ودي ضمانة مؤسسة كمان في انتهاء التوصيات، انه هذه التوصيات ايضا ترفع للسلطات السياسية العليا ويتخذ قرار بمسارين ما لهمش ثالث، يا تنفيذي يا تشريعي. صحيح. اي
مقترح سيطرح في الحوار سيسفر عن إما تعديل تشريعي أو مقترح قانون جديد أو قرار تنفيذي يقدم لمجلس النواب، عشان الناس بس تفرق بالضبط. أنه يعني الحوار الوطني، لأنه الناس ملتبس عليها الأمر ما بين الحوار الوطني وهو أنه هو لا يصدر تشريعات، هو يناقش القضايا. هذا ليس دور الحوار الوطني، ومؤسسات الدولة بأكملها قائمة. البرلمان يمارس أدواره، الحكومة بتصدر كل يوم قراراتها، يعني لكنه بيعكس نبض الشارع بشكل كبير. بالضبط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، النائبة أميرة صابر عضو لجنة الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا.